مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج ناجي تريبيونال والدريبة، وقضية اليوم باش تهزنا ليوستون، ولاية التكساس الأمريكية، وهي من أكبر مدن جنوب الولايات المتحدة، وفيها قرابة 2.5 مليون نسمة، معروفة خاصة بالمركز الفضائي متاع وكالة النازا، الغنية عن التعريف. الوقاية متاع قضيتنا انطلقت نهار الجمعة 26 سبتمبر 1986، ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه الخريف متاع جماعة يوستون هو كل خريف متاعنا، اشهي لي شوشة وقواي الرمان وصفرجل حتى العقاب اكتوبر، لكن معاهم الرطوبة، هاك اللي الواحد يبدأ ينز 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 في العرق ويتلبط كأنه طاح في جابية متاع شحور زلابية ومخارق. المفيد واللي به الفايدة أنه هالجماعة متاع يوستون ما يفوتونا كان بالصبر وحاجات أخرين، وإحنا ما نفوتوهم كان بالذبان. مجريات الأحداث متاع قضيتنا باش تبدأ مع البنوتة لوري لي ترومبلي، عمرها 14 سنة، فاخرة بالنسبة لعمرها، ولو كان مش تبديلة المكتب اللي لابستها الواحد يعطيها ما بين 18 و20 سنة. لوري مسرارة تلفت الانتباه بكزوز قرون اللي مقربتتهم في راسها بالروز دي كويت، هي تقرأ في الكوليج اللي ماهوش بعيد على دارهم، وتعودت أنها كل يوم تمشي وحدها للمدرسة، سويك على دارها وتخرج بكري باش تخلط على كربيع ساعة اللي قبل الدخول متاع الأقسام، وفعلا توصل فيها كالوقيت اللي تتقابل فيه مع التلامذة، ويبدأوا كما يقولوا زرافات ووحدانة، ويتبادلوا الأخبار ويفرغوا شكايرهم، وتولي غلوة كبيرة في وسطك الساحة. الحاصل هكا ربيع ساعة ما يتفلتش بالكل، وما يقص عليه كان النقوز باش يدخلوا لأقسامهم. في تسلسل هالأحداث وفي نفسك النهار، لوري وهي في ثنية وحست بواحد يتبع فيها، ما تلفتتش، وماهم البنات كالعادة أمهم توصيهم باش ما يتلفتوش على أساس ما يشجعوش الشخص اللي يتبع فيهم. المهم أنه لوري خلطت بحدة مساحة خضراء كلها أشجار كالغابة صغيرة، هي في العادة ديما تتعدى من قدامها، لكن لهنا السيد اللي وراها زرب الخطوة متاعه لدرجة أنها ولات تسمع في الأقدام متاع صبات ويتربقوا على المادة. المسكينة خافت مكنتها الرعشة وتبهدلت، ما هيش عارفة اش تعمل، يا هل ترى تجري تهرب تنقص في خطوتها ولا تزيد، وإلا تواصل على نفس النسق وتقلل في التهلويس. لهنا اختارت باش تزيد في الخطوة، وهيك السيد خلطت عليها واستغل أنه متعديه ورا بلاكة كبيرة متاع إشهار، وانقذ عليها كالفريسة، يد شدتها من حزامها والأخرى سكرت لها فمها. المسكينة بدأت تفرفت ما بين يديه كالفروج، وهو دخل بها ما بين الجر متاع كالغابة الصغيرة. ولهنا أشكون اللي باش يفيق بالحكاية هذه على الصباح؟ الناس قاصدة ربي وأغلبهم في الكرهبة متاعهم، وقليل اللي يمشي على سطيح في الشارع. في تواتر هالأحداث لوري كانت في قبضتك السيدة اللي هبطت عليها من حيث لا تعلم، وبدأ يجري بها ويكركر ما بين الجر لين بعدها أكثر ما يمكن على الطريق والعباد، وحتى لو كان صاحت ما يسمعها حد. لوري المسكينة كانت في حالة متاع شبه إغماء، لأنه هكا السيد قريب يقطع عليها نفس، وأكثر من هذا الرعب الكبير اللي كانت تحس به أفقدها أي قدر على المقاومة.
وباش ما نطولوش عليكم بحديث، وبما أنه المقاصد نتاع السيد هذه واضحة وجلية، بدا يقطع لها المسكينة في حوايجها وهي ما كانتش قادرة حتى باش تصيح وإلا تفارع. وهكا الشخص كلاها ماكلة بالضرب وهي تتشلحت حتى لين فقدت كل قدرة على التحرك. بعدك الضرب حاول باش يغتصبها، لكن لوري بحرارة الروح ما خلتوش وصعبت عليه المسألة ومنعته من الوصول للغاية بتاعه. ولهناها كان معتدي جبد من مكتوبه برصادون فرشاة متاع أسنان وإلا شيطرة متاع سنين معاها ليغاتور يعني حبل وإلا رباط جيد، واستعملهم باش يخنق لوري. وقعد نازل عليها ويدور فك الخيط بالبروسادون حتى لين المسكينة فغمت وفي الاخر فارقت الحياة. في نفس الإطار متاع القضية يلزمكم تعرفوا أنه العملية اللي قام بها كالمعتدي المغتصب تتسمى القتل بالتغنيكي، يعني حط لها حبل جيد على رقبتها ويربطه بلوحة جيدة وإلا بروسادون ويبدأ يدور فيه حتى لينك الحبل اللي تكبس على الرقبة ويتسبب في الخنق فبالتالي الموت. مختصر الحديث، هالسيد هذا وقت اللي تأكد أنه لوري ماتت بقى يكركر فيها حتى لينوصل بها ورا مطعم مكسيكي، خليها غادي مطيشة بحدا زبل وغاب عن الأنظار. في ترابط الأحداث اللي باش يكتشفوا الجثة متاع لوري هما الخدامة متاع الريستورون المكسيكي، اكتشفوها تحت حاوية من الحاويات وبالوقت علموا 911. بتبيع ذا الحال الشرطة جات تزغرت على جناح السرعة، لكن ما تمكنوش من العثور على أدلة مادية، والجثة متاع لوري هي اللي باش تكون المصدر الوحيد للتحريات اللي باش يقوموا بهم المحققين ويحدوا الظروف والملابسات متاع الوفاة. ولهنا الطبيب الشرعي في تقريره قال أنه لوري تعرضت للعنف وعندها عدة كدمات في بدنها وخاصة في وجهها، عينها من الضرب زراقه وعندها برشة رذريذ على يديها وصدرها. وباقي وحسب التقرير متاع الطبيب الشرعي أكد أنه ثم محاولة متاع اغتصاب، والجاني ما خلاش أثار متاع سائل منوي، ولو كان تم الاغتصاب راهم القاوة على جثة الضحية. Afternoon. Afternoon. Are you the owner of this van? Yes. What is it? في مجريات الأحداث المحققين عملوا بحث أجوار واستجبوا أساساً هكا اللي يخدموا في الريستورون، لكن للأسف حتى واحد منهم قال اللي هو شاف لوري أو أي شخص آخر معها في محيط المطعم. ولهنا مهمة البوليسية في العثور على أي أثر للجاني كانت شبه مستحيلة، لأن المكان كما قلنا لكم بكل زبلة وعدة فضلات كانت محطوطة مباشرة في القاعة. وبما أنه حسب الشرطة العلمية ثبت أنه لوري اتكركرت من بلاصة لبلاصة أخرى، وعلى هذاك واحد من المفتشين تبع الجرة وفعلا اخلط للمكان اللي صارت فيه محاولة الاغتصاب ولقاها كالحبل الجيد اللي تمت به عملية القتل بما يسمى التورنيكي. مش بعيد عليه القال بروسادون يعني فرشاة الأسنان، وما فهمش ايش تعمل غادي، يلا ندرا موجودة من قبل هي والحبل وإلا جابه من مجرم معاه. وهذوكم هما أدوات الجريمة كما تعرفوا. في المرحلة هذه من القضية التحقيق بقى في النقطة الصفر يعني أوبوان مور، والمحققين ما وصلوا لحتى معلومة تكشف على الهوية متاع المجرم، والقضية باش تمشي للرفوف متاع النسيان، معناها البلاصة اللي يسميوها الفريقو أو الكولد كيس، واللي هي المأوى الأخير متاع الجرائم اللي ما لقاولهاش حتى حل، وباش يتعداو 6 سنين كاملين بعد الواقعة هذه حتى لنهار 4/15 أبريل 1992، وباقي في مدينة يوستن وما نسبقوش الأحداث. كيما سبق وقلنا لكم وبعد 6 سنين ونهار 4/15 أبريل 1992 وباقي في مدينة يوستن، فتاة من أصل مكسيكي واسمها ماريا ديل كارمن استرادا عمرها 21 سنة كانت تخدم جارد دونفون يعني تتلهى بالصغيرات في دار أوليائهم. ونهارتها كملت خدمتها وخرجت من دار المشغلين متاعها مع 7 متاع الليل.
الدنيا بدأت تظلام، وهي باش تروح لدارها مستانسة تشق حديقة عمومية من غير حتى مشكل، وما كانتش تتصور أنه حد باش يهاجمها في هكا البلاصة. الحسابات متاع ماريا دي الكارمان طلعت غالطة، لأنه هي قريب تخرج من الحديقة وهالمجهول اللي نقز عليها وتلكمت بكله على البدن متاعها، سكر لها فمها وما خلالها حتى فرصة، وهي بدأت تفرفت تحته، حاولت بكل قوتها أنها تفلت منه لكن ما نشمتش، والنتيجة بالطبيعة استسلمت له من كثر الضرب. بالطبيعة الحال هو اغتصبها شر اغتصاب، والمرة هذه ما هيش محاولة كهو، اغتصاب على بزو معناه. وقت اللي السيد اخذها غرضه منها، اجبت بحبل جي تدورهول على رقبتها وربطه في قصبة كبيرة وبدأ يدور ويكبس، وهكا المسكينة ماريا دي الكارمان اتفغم وتلقف وتفرفت وتحب تجبد نفس، ولسانها خرج وعينيها زعزت وفصها الأبيض ولا أحمر دم. هالقاتل المغتصب استعمل نفس الكبسة، يعني هكا لتورني كي لينفذ بيه عملية قتل لوري. الفرق ما بين الجريمة الأولى والثانية هي أن القصبة عوضت البروسادون. مختصر الحديث، ما سيب ماريا دي الكارمان لما رقبتها قريب تتقص من كثر الكبسان. في تواتر الأحداث، ماريا دي الاسترادا باش يكتشفوها دي جوغيرس، يعني كاللي يعملوا جوغينج على السباح، القاوها مطيشة وراحانوت تابع لسلسلة متاع بيع مثلجات اسمها ديري كوين. والشرطة وقت اللي جات باش يلقاو على ساحة الجريمة من غير صعوبة كبيرة هاك القصبة اللي تمت بها عملية القتل وهاك الخيط الجيد. وبالمصلت واحد من الأمنيين اللي عاينوا الجثة متاع لوري اتذكرك البروسادون والحبل، وبالتالي لفت انتباه زملائه، وقتها ربطوا الخيوط والقصب والبروسادون وفهموا لمودو بيراتوار متاع الجاني، يعني طريقة القتل والتنفيذ متاعه، وتبين لهم أنه بعد ما يغتصب يقتل بطريقة لتورنيكي، واللي ما هيش غريب عليهم لأنه بعض المجرمين يستعملوها للخنق. ومن اللحظة هذه المحققين بدأوا يحكيوا على قاتل تسلسلي، لأنه الضحية الأخرى ماريا دي الكارمان القات حتفها بنفس الطريقة متاع القتل. لكن استنتاج كمن هذا ما هو باش يوصل لحتى شيء في نهاية الأمر، والبوليسية باش يلقاو رواحهم في عجز تام، وبديهي أنه الدوسي متاع ماريا باش يتسكر ويخلط على دوسي لوري في الفريقو، معناها للرفوف المخصصة للقضايا المنسية. فيها الحقبة هذه من القضية، وبعد عام ونص على المقتل متاع ماريا دي الكارمان، باش تصير حادثة وما عندها حتى علاقة بالزوز وقايع اللي سبقوا، لكن باش تفتح نوعا ما طريق قدام المحققين. لأنه نهار الجمعة 15 أكتوبر 1993 وفي ضاحية من الضواحي متاع يوستون، سيلما جونسكي عمرها 14 سنة قاعدة وحدها في دارهم، أمها وبوها خرجوا يخدموا، مشيت قلات شوية بوب كورن وبنكت على الكنابي تتفرج في التلفزة. هي غادسة تتفرج في مسلسل وفجأة تسمع في باب الدار تحل، مشي في بالها أن بوها ولا أمها رجعوا ربما نساو حاجة، لكن دوب ما تلفتت المصدر الخطاوي يخطفها واحد ويهزها ويرتخى على القاعة. من بعد ربطلها يديها وسقيها بحبل جابوا معاه وزاد كمملها فمها، وباش ما ندخلوش في التفاصيل اغتصبها عدة مرات، لكن ما قتلهاش وما حاولش باش يخنقها أصلا، خليها ولاذة بالفرار. ولهنا سلمى بعد هروب الجاني اتمكنت بجهد جهيد باش توصل للتليفون متاع الدار، وبشوية بشوية سلكت يد من الحبل وطلبت 911. بطبيعة الحال البوليسية خلطوا على جناح السرعة، وهي حكت لهم على اللي صار لها بالضبط. العون المختص في الرسوم وحسب الأوصاف اللي اعطتهم له سلمى عمل امبورتري روبو للجاني، واللي ألفت الانتباه متاع البوليسية هو كالحبل اللي تربطت بيه سلمى، لأنه حبل رقيق، وخلى الأمنيين اللي غادي يتذكروا الحبل اللي وقع استعماله في الخنق متاع لوري من بعد ماريا دي الكارمان. ورغم هذا كالعادة التحقيق ما قدمش بالكل، وباش ما توليش حكاية عاود وكرت، الاغتصاب متاع سلمى باش يكون مقاله كما القضايا الأخرين الفريقو، وخلينا نقولوا الكولد كيس.
في الحقبة هذه من القضية يلزمنا نقول أنه حتى حد من الأمنيين ما ربط له خيوط أو قال بصفة قطعية أنه المسألة متعلقة بقاتل متسلسل يختار الضحايا بتاعه ما بين الفتيات وخاصة الأطفال والمراهقات. وتبقى حكاية سلمى اللي تم اغتصابها لكن الجاني ما قتلهاش خنقا بكالتورنيكي، معناها الحكاية غامضة والسؤال علاش زعما ما قتلهاش. في المرحلة هذه من القضية البوليسية ولاو يحسبوا في الأيام وفي الأشهر ويكذبوا وينسيوا إن شاء الله ما يطلعش السيد هذا متاع التورنيكي عنده شاهية محلولة للقتل، وخايفين لا يظهر قاتل متسلسل بالفم والملاح. وكي قريب يغلق العام وما صار حتى شيء بداوا يردوا في نفس، لكن باش ياكلوا لا تخلي هي على خاطر العمليات باش تعاود تتواصل وبوتيرة أسرع. والمرة هذه القاتل باش يساعد في الوحشية والفظاعة متاع القتل. نهار الاثنين 8 أوت 1994 بنوتة عمرها 9 سنين اسمها ديانا ريبولار خرجت من دارهم في حومة من حوم يوستون يقولوا لها ذا هيتس. هي تسكن مع العائلة متاعها في ديوبليكس على الطريق الكبير، معناها الناس يشوفوها وقت اللي تدخل وتخرج. ونهارتها مشيت للعطار باش تشري حلوى كي الصغار. العطار في ساعة ما سجدها وبقى يشيع فيها بعينيه حتى اللي انخرجت. كانوا بحذاه برشا حرفاء من ولاد الحومة وشافوا ديانا كي قصت الكياس في اتجاه الدار متاعهم، لكن باش يظهر بالكاشف انه الطفلة عمرها لا خلطت ولا عتبت الباب متاع دارهم. امها وابوها وقت اللي استبطاوها خرجوا يفركسوا عليها في المضارب الكل وما لقاوهاش. لكن من غدوة باش يتم الاكتشاف متاع جثة ديانا على ذفاف نهر سان جاسينتو وبالتحديد على رصيف يستعملوه الانزال او تحميل السلع واللي يجيبوها السفن عن طريق النهر. البوليسية باش يلقاو على رغبة ديانا حبل وطرف قصبة، معناها القاتل استعمل كالعادة هكا تورنيكي. ولهنا ما عاد ثم حتى مجال للشك، القاتل متاع ديانا هو نفسه اللي اعتدى على سلمى وقتل لوري وقتل ماريا. لومو دوبيراتوار يعني الطريقة اللي استعملها في القتل هي نفسها. والفظيع في هذا الكل أنه هكا البنية بنت 9 سنين تعرضت الاغتصاب وحشي، وأكثر من هكا المجرم عنفها بشكل غريب وخلينا نقول فشخها تفشيخ وما خلالها حتى عضو سليم. في تسلسل هالأحداث وبعد اكتشاف الجثة متاع ديانا الشرطة عملت بحث أجوار ولقات شاهد عيان أكد اللي هو شاف كاميونة فورغونات مقابلة الديوبليكس اللي تسكن فيها كالطفلة ديانا. وبالنسبة لي حس أن وجودك الكاميونة غاديك مسترب لأنها البلاصة ما يجيوهاش البراينية. ملخص الحديث هاك الأمنيين عاودوا جبدوا الدوسيات اللي حطوهم في الفريغو لأنهم عاد عندهم حتى إمكانية باش يشكوا في وجود قاتل متسلسل في يوستون. وهالمجرم هذا ما هوش ناوي باش يتوقف عن النشاط الإجرامي وضحاياه بالأساس هم من الأطفال، لكن يقول القايل البوليسية منين باش يبداو البحث وهما ما يملكوا حتى ملف فيه أدلة مادية واضحة وإلا قراءة تنجم توصلهم للجاني. وخلف هذا هكا البورتري روبو يعني الرسم التقريبي ما جاب حتى نتيجة. وهالشي هذا مشجع جدا للسيريال كيلور يعني القاتل التسلسلي متاعنا واللي نجم كما يقولوا يفتق مواهبه أكثر فأكثر من غير خوف ولا رهبة. في الحقبة هذه يلزمكم تعرفوا أنه هالقاتل التسلسلي باش يواصل المسلسل الإجرامي متاعه. والنهار الخميس 6 جويلية 1995 مراهقة اسمها دانا سانشيز عمرها 16 سنة وقفلها واحد عنده فرغونات وهي في حومتها في قلب يوستون وقال لها يا طفلة هيا تطلع معايا تعمل دورة. هالكلمة هذه قالها لها كاكا لبالك لا وسع وكأنه متأكد اللي هي باش تقبل، ومن المفروض كانت ترفض وهذا يبديهي بحكم أنها لا تعرف ولا يعرفها. وخلف هذا البنات اللي في عمر ديانا ينصحوهم باش ما يعطيوش الثقة في الغرباء، لكن هي قبلت وطلعت
ويمكن هالشخص هذا وخلينا نقوله الجاني استغرب من السهولة اللي هز بها كالطفلة. مختصر الحديث بالنسبة ليه المهم تطلع معاه. دوب ما قعدت على الكرسي وهو ديمارة وشد بها ثنية. ما خلى وراه كان عجعجية متاع دخان. في تسلسل هالأحداث وبعد 7 أيام من اللي دانا طلعت معك السيد المجهول وفي بالها باش يدول شبيها، التليفون عزق في مركز الشرطة وصاحب المكالمة هو واحد مجهول ما حبش يدلي بالهوية متاعو، وقال للبوليسية أنه ثم طفلة ميتة في أرض فلاحية في شيرة تاريس خارج يوستون، وبطبيعة الحال أعطاهم الموقع متاع البلاصة بالتدقيق. الحجابة كلموا دورية باش تتنقل لك الحقل، وفعلا لقاو الجثة متاع دانا سانشيز مخنوقة بحبل وبجنبها بروسادون، معناها الجاني رجع للتورنيكي وهوكا كيما ثماش قصبة يستعمل فرشات متاع أسنان. وأكيد راكم تتصوروا كالمسكينة دانا اتعرضت للعنف وللاغتصاب. ولهنا البوليسية شكوا أنه اللي بلغ على الجثة هو نفسه الجاني، يعني القاتل المتسلسل متاع قضيتنا وصاحب الجرائم اللي حكينا لكم عليهم الكل. وبحكم أنهم أمنيين عندهم الحق باش يشكوا في كل شيء، وفي نهاية الأمر ما لها إلا تخمينات تنجم تكون صحيحة وتنجم تكون غالطة وما نسبقوش الأحداث. في الحقبة هذه تعداو 8 سنين كاملين على هالجرائم ومن غير ما الشرطة تتمكن من التوصل للقاتل التسلسلي. الحاجة الوحيدة اللي احتفظوا بها المحققين كدليل مادي هي العينات متاع السائل المنوي للمعتدي واللي لقاوهم على الجثث متاع ضحاياه، وفي نهاية الأمر هما اللي باش يكونوا مفتاح اللغز متاع القضية. لكن وباش ما نفوتوكمش بالحديث يلزمكم تعرفوا أنه وقت اللي هالقاتل التسلسلي هذا قام بالجرائم متاعو، تقنية تحليل لاديان يعني الحمض النووي ما كانتش متطورة برشا، ومش هذاك برك، الطرق اللي اعتمدوها البوليسية في البحث متجاوزتها الأحداث، وثم برشا لمبالات وتخاذل وعدم اكتراث بظاهرة الجريمة. المهم في حديثنا هذا أن الصدفة هي اللي باش تلعب دورها في القبض على هالقاتل التسلسلي، وكان ربما باش يفلت من قبضة العدالة وحتى حد ما يفيق بيه. لكن توا خلينا نسردولكم الأحداث متاع الشيء اللي صار بالتفصيل. في عام 1998 مراش كاتب راجلها واسمه أنتوني ألين شور، عمره 36 سنة، قالت أنه تحرش ببناته الاثنين، يعني بناتها هي زادة تيفاني وأمبر اللي عمارهم على التوالي 8 سنين و6 سنين، ومش تحرش برك، كان على وشك الاعتداء عليهم جنسيا لو كان مش هاربوا وبداوا يسيحوا وحكاوا لأمهم على اللي صار، واعطاو جزئيات صعيب أنه بنات في عمارهم يعرفوهم، وبالتالي الشرطة جابته وبقاو يستنطقوا فيه مدة ساعات. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه وقت اللي حد يقع اتهامه أو تورطه في تحرش بالأطفال أو الاعتداء الجنسي عليهم، الإجراء اللي ولا معمول به في الولايات المتحدة في أواخر 90s القرن الماضي هو أخذ عينة من الحامض النووي متاعه على أساس تتسجل على قاعدة البيانات الوطنية واللي فيها الهوية الجينية متاع الآلاف من المجرمين. أنتوني ألين شور اخذوا له عينة وتم تسجيلها في قاعدة البيانات، لكن المحققين ما تمكنوش من الإدانة متاعه حسب الشكاية اللي قدمتها مرته، وهذا لعدم توفر أدلة مادية واضحة. وقتها أخلاه سبيله، لكن مرته بطبيعة طلبت الطلاق وتجبر على أنه يقبل، وزيد خسر الحضانة متاع تيفاني وأمبير اللي حاول باش يغتصبهم، وهذا من حسن حظهم أنهم يعيشوا مع أمهم. في نفس الإطار المخبري والتحاليل، عينات لاديان يعني الحمض النووي متاع أنتوني ألين شور باش يبقاو في قاعدة البيانات حتى لنتقرر الشرطة إعادة فتح التحقيق في مقتل لوري ترومبلي، ماريا ديليسترادا، ديانا روبولار ودانا سانشيز، وهذوما هكا القضايا المكنجلة. ولهنا تعاود التحقيق فيهم من جديد بداية من عام 2000،
لأنه قاعدة البيانات ولات ثرية بعينات الأديان والبصمة الجينية بتاع الجيني يعني القاتل التسلسلي ولات موجودة بعد تحليل السائل المنوي متاعه. وهوك المحققين يحاولوا يلقاو هوية مطابقة لمتاع المجرم، وفي صورة إذا ما يلقاوش يزيدوا شعيرات ويعاودوا نفس العملية، يرجع قاعدة البيانات على اعتبار الإضافات متاع المجرمة اللي مش تصير فيها، معناها يتم تحيينها. ولهنا المحققين ما أيسوش وبقاو في كل مرة يقوموا بعملية المقارنة، وهوك كذبوا ينسيه وشهير ولا شهرين ويعاودوا حتى لين يوصلوا للنتيجة. في تسلسل هالأحداث الحظ باش يبتسم للشرطة عام 2003، والمطابقة ما بين البصمات الجينية متاع اللي قتل كل من لوري، ماريا، ديانا ودانا اطلع مطابق تماما للاديان متاع أنتوني ألان شور، واللي البوليسية خذاو عينة منه وقت اللي مرتو شكات بيه. الشرطة بطبيعة الحال القات القبض على أنتوني ألان بدليل إدانة ما ينجم حتى حد يشكك فيها، وما يقدرش لا هو ولا المحامي متاعو إنكار الوقائع ومسؤولية أنتوني ألان فيهم. في نفس الإطار متاع القضية يلزمكم تعرفوا أنه الحاجة اللي تدوخ فيها القضية أنه القاتل التسلسلي هذا بقى 17 سنة وهو يرتع يغتصب في الأطفال والمراهقات ويقتل ويتحرش، وحتى حد ما كان يجيبها فيه لو كان مش تم الاحتفاظ بالأديان متاعو. وعلى فكرة القاتل التسلسلي أنتوني ألان في المظهر متاعو تقول راجل باهي وطيب ما يذيش ناموسة، وكان موظف ومش هذا بر، السيد موسيقار في فرقة متاع الجاز، كان يعزف على الترومبيت وساعة ساعة الكونترباس في النوادي. فيما يخص حياته الشخصية كان راجل دافي وبو عائلة لاهي بمرته وبناته، حتى لين صارتك الحادثة متاع التحرش على بنياته الاثنين. الناس اللي يعرفوه كانوا يستثقوه لدرجة أنه بارشة منهم كذبوا مرته في وقعة الاعتداء على بناته واعتبروها تتبلى عليه باش تجبروا على الطلاق. لكن وقت اللي لاديان كشفوا الصدمة كانت كبيرة عند الناس هذم اللي كانت عندهم فيه ثقة. في المرحلة هذه يلزمكم تعرفوا شنو اللي صار لأنتوني ألان باش تحول من أب العائلة ما عندوش مشاكل بالكل القاتل تسلسلي شنيع يعتدي على بنيات صغار بالكل بما فيهم بناته. زعم الأسباب ترجع للطفولة متاعه أو الأم وبوه اللي كانوا الاثنين ضباط في العسكر، وربما تربيته كانت فيها قساوة كبيرة، وإلا للتنقلات العديدة متاع العائلة اللي ما خلاولوش الوقت باش يكون محيط متاع معارف وأصدقاء. المعلومات عليه تقول أنه بوه نقل 9 مرات من الدار قبل ما أنتوني ألان يدخل للليسي، وهذا بالطبيعة لضرورة العمل. في نهاية هالقضية امثل في أوائل 2004 قدام المحكمة في يوستون، وتسلطت عليه عقوبة الإعدام اللي تأيدت في الاستئناف، وتم إعدامه بارانجيكسيون ليتال يعني بالحقن في سجن هانسفيل في التكساس. ولهنا ببقى كم باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوها يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.